السلام عليكم. اليوم تبدلت تفاجئنا بهيئة جديدة. الهيئة بقت هي ولكن السيد الرئيس تبدل. الله يجعل يكون مبارك مسعود على هذه القضية ديال التهامي بناني، وجعل سيدي ربي يكون نزيه ويحكم بالعدل. ولكن هذا السيد هذا ما غاديش يحكم إلا ما كانش بين يديه الوثائق كاملة، حيت راه ما غاديش يحكم من فراغ، خصو يشوف كل شيء يكون عنده بالديتاي ويقرا ويتمعنوا باش عاد يقدر يحكم. اذا الهيئه ما كاينش بين يديها واحد الملف اللي هو حساس واللي هو بيت القصيد واللي هو غادي يبين كل شيء. هذاك الملف 98 اللي طلبناه وترفض، ترفض يعني هذاك الملف راه في الحقيقه ماشي هو الاصل في الطلب ديالنا، ماشي هو اللي حنا باغيين. حنا باغيين التقارير ديال داك المسطره، داك المسطره كلها. ملي كنقول مسطره راه كاين تحريات كثيره، وكل تحري عنده تقرير، وكل تقرير عنده خاتم، وكل واحد وكل تقرير كيعطيك زعما شنو كاين في الملف. نعم، انا باش من حيت ما تنساش، على ان الصحافه كثيره وتنسى شنو غادي نقول، ارتأيت انني كتبت شي مسائل اللي خصني نقولها وخصني نقراها، حيت الا قريتها غنقولها كامله باش ندير الراي العام امام الصوره، وندير حتى الناس المتتبعين كلهم امام الصوره باش ما يفهموش غلط هذاك هذاك الملف 98 او مسطره 98 اللي تيقولوا عندنا. حنا عندهم وعندنا وعند السيد القاضي، ولكن هذيك لا تسمن ولا تشم لا 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 تسمن ولا تشم من جوع. اذا حنا خصنا هذيك ولا تغني من جوع، حنا تيخصنا هذيك داك التقارير كلها. اذا انا ارتأيت انني غادي نقرا، وغادي تسمحوا لي ما غاديش نطول بزاف، لانه ولكن الا قريت غادي غتكون افاده اكثر في هذا الملف. هذا طالبين للا صورة، طالبين المحضر ديال الانتقال والمعاينة والتحري والتقاط صور فوتوغرافية مع قرص مدمج يحتوي على فيديو لمكان الحدث. كنقولوا مكان الحدث يا عباد الله، راه ماشي هو مكان المعاينة، إذن هالحدث كاين، وصور فوتوغرافية له، نسخة من المسطرة المنجزة من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء عدد 98 بالتاريخ 2007/4/3، المنجز من طرف الدرك الملكي بيان سور. نسخة تسمحوا لي، تقرير البحث نسخة من دفتر تصريحات الدرك الملكي الذي تم فيه تدوين تصريحات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم بما فيهم بائعة النعناع والعساس إلى آخره، محضر 98 لانتقال المعاينة والتحري بتاريخ 2007/4/4. الموافقات المحضر 98 والتي تضم تقرير البحث والتحقيق اكتشاف الجثة 440 بتاريخ 2007/4/3. الصور الملتقطة من طرف ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي عند معاينة الجثة الضحية عند اكتشافها بتاريخ 2007/4/3. المحاضر، هذا الشيء هو اللي بغينا، المحاضر والتقارير ونتائج التحليلات التي قامت بها الفرقة الوطنية، الفرقة التقنية والعلمية التابعة للقيادة الجهوية بالدار البيضاء للدرك الملكي بالدار البيضاء، التي قامت بأخذ عينات كنأكد عليها، عينات ماشي عينة واحدة، عينات من أشلاء الجثة قصد إرسالها إلى مختبر العلمي التقني للدرك الملكي بالرباط من أجل إجراء تحليلات. تقرير البحث والتحليلات التي أجريت على ملابس ضحية من طرف الدرك الملكي والتي سلمت له من طرف طبيبة التشريح فاء باء بتاريخ 2007/4/4. تقرير الدرك الملكي على عن مكان الاحتفاظ بملابس الضحية بعد إجراء التحقيقات ومآلها. برقية البحث عدد 493 على 2 بتاريخ 2007/4/5 في حق الفاعلين، والتي وجهت البطائق الجهوي، المهم بالقيادة الجهوية الدار البيضاء للدرك الملكي وإلى جميع المراكز. تقرير إخباري للدرك الملكي تحت عدد 482
على زوج بالتاريخ 2007/4/3 الموجز للسيد وكيل العام للسيد لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وطالب تحت عدد 491. هذا الشيء هو اللي حنا اللي كنقلبوا عليه، هذا هو اللي بغينا، هذا هو بيت القصيدة باش الناس يفهموا. 491 على زوج بتاريخ 2007/4/5 من أجل إجراء تحليلات جينية على عينات من لحم الهالك الموجهة من طرف الدرك الملكي إلى السيد مدير مختبر تحليلات الجينية للدرك الملكي بالرباط. تقرير نتائج تحليلات المنجز من طرف مختبر تحليلات الجينية للدرك الملكي بالرباط. تقرير يعني هادشي اللي بغينا احنا. نتائج الخبرة على هاتف تهامي بناني التي طلبت بناء على انتداب المدير العام لشركة الاتصالات بالتاريخ 2019/7/1 لمعرفة رقم تسلسلي الايميل الهاتف المحمول الذي شغلت به الشريحة او شغلت به الشريحة ذات رقم 066-72-72-77 وذلك خلال سنتي 2006-2007. هاتشي ما شفناش. الخبرة على الهواتف التي تمت بناء على انتداب قضائي على الهواتف المشتبه فيهم الألف لام وسين ميم سين ياء، وخاصة التي تنقص من الملف التي تخص المشتبه فيه غاء فاء وأب المشتبه فيه الأب المشتبه لام المدعو عاء لم، والتي سبق للمحامي سين محمد أن أشار لوجودها في الملف. تقرير الخبرة الجينية عدد 452 على 4 ميم ألف جيم دال ميم بتاريخ 28 ماي 2007. عفوا، محضر الفرقة الوطنية لإعادة تمثيل أحداث بحضور متهمين ألف لام وغاء فاء ومحاضر استنطاقيين فين هي المحاضر الاستنطاق ديالهم؟ ما عندناش تمثيل الجريمة. جميع الوثائق لملف الجثة 440 موجودة في أرشيف المركز الطبي رحمة، وثيقة وتاريخ تسليم الجثة 440 لمحافظ المقبرة وشهادات الدفن، شهادات الدفن للجثة 440 فين هي شهادات الدفن؟ محضر الانتقال ومعاينة للفرقة الوطنية لمقبرة رحمة، محضر استخراج جثة بحكم قضائي من أجل الخبرة الجينية. جميع الرسائل النصية التي تمت أرشفتها والتي توصلت بها الفرقة الوطنية خلال البحث إثر الإنابة القضائية. تفريغ هاتف غاء فاء المتهم الثاني اللي ما عندناش. تفريغ هاتف الأب ديال المشتبه الرئيس عاء لام لف الجثة 440 وسبب حفظ التحقيق في النزيلة. نسخة من الخبرة التقنية على الهواتف المنجزة من طرف الفرقة الوطنية. نسخة من ملخص التقرير العام للإنابة القضائية من طرف الفرقة الوطنية منجز لقاضي التحقيق بعد انتهاء البحث. تقرير ومحضر تسليم ملابس الجثة رقم 440. قلتي 440 ضالين أمين. من طرف طبيبة تشريح فاء باء للنيابة العامة والمحققين من طرف الملكي، والذي بموجبه تم التحقيق التقني والعلمي على ملابس الجثة 440 والطلب أين مصير هذه الملابس؟ فين هي؟ بغينا وحوايج ولادنا وحوايج ولدنا. سجل المقبرة الذي تم بموجبه تسجيل تسليم ودفن الجثة 440. نعم، هذا الشيء هو احنا اللي طالبين اللي طالبين باش نخرجوا القضيه للضوء باش الراي العام يفهم 98 شنو هي. استاذ حياه، واش هاد لا ليست هذه واش تم يعني تقديمها لهيئه الحكم باش تثبت واش كاين هاد المرفقات ولا لا؟ لا، هاد الشيء دابا حنا هو اللي باش كنطالبوا، فهمتيني؟ هنا هذا هو اللي قصدنا حنا ب 98، ما قصدناش شي موجز او اربعه ولا خمسه دوريقات، قصدنا الديتاي. الحكم هاد لي ديتاي هادو طلعت عليهم وعرفاتهم راه كاينين ولا ما كاينينش؟ ما كاينينش، طلعنا عليهم ما كاينينش، ما كاينش اثرهم. الهيئه اللي كتقول لكم ما عندهاش 98 كاين. لا، هي كدوي 98 داكشي اللي وراتنا، وقالنا واحد الكتاب فيه اربعه او خمسه دوريقات، داكشي اللي وراتنا. لحد الان باقي ما تمش يعني تقديم هاد الطلب بهاد المرفقات هادو. يا وراح
حنا عندنا 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 مخطط. حنا ماشيين حنا ماشي حاجه بحاجه، ضروري غنديروا هاد المسائل. انا غير كنعلم زعما باش حيت انا ما كنتش ناوي هادشي نقولوا اليوم، ولكن بما ان تيقولوا بلي راه بلي 98 عندهم وتينددوا بها وتاكدوا عليها، باش يا ما بغيتش تموه، ها هو 98 اللي بغينا حنا، راه ماشي هذاك. ما هذا غادي يجي وقته غادي نطلبوه بيان سور. نعم، بالنسبه لجلسه اليوم استاذ حياه، نعم تم رفض الطلب ديال المحاميه زين بخيار. نعم تم الطلب تم رفض ديالو، ما عندي حتى شي تعليق. هذيك المسائل انا ما عنديش فين ندخل، ما نفهمهاش اختي. تم رفض لان ربما جو سي با، انا اللي حنا اللي كنقلبوا عليه هما التحقيقات الكامله، داك التمهيدات داك البحث التمهيدي كامل. حنا ما بغيناش بعض الوريقات، مي كنقولوا بحث خصك البحث راه ما يجمع غير فم، راه بحث راه فيه هو دار قتل، هذه راه روح، وراها دازوا على يديها السلطات ودازوا على يديها زعما مصالح كثيره قضائيه. سو كيفاه خصها تبان، خصنا نشوفوها حنا، راه كتهم ولدنا، كتهم ولدنا، ماشي انا ما عنديش الصفه. اذا دابا هاد الناس اللي كانوا كيستمعوا لي من 2007 لدابا كانوا كيديروا خروقات باش يجي الدفاع ديالهم، نقول لك ما عنديش الصفه. حنا نثبتوا الصفه ان شاء الله باذن الله. نعم، شنو اخر حاجه تبغي تقول بصراحه؟ اللي كنقول في الحقيقه، شوف السلطه الرابعه راها شي حاجه مهمه، لان لولاها انا ما نساش الخير ديال السلطه الرابعه. التجأت ليها كوني ضعيفه، كوني ما صرتش الصوت ديالي من نسمعه، وكون المسائل كتمشي غير في دهاليز المحكمه وفي الرفوف الى اخره، حتى مريضنا ما عنده باس صافي ما صبناه شاي، ها اختفاء، ها هو عايشها، ها المستشاره تجيب لنا تصاورها الى اخره. داكشي كله ما عندنا ما نديرو به، داكشي زمانو قد ولا، راه ما كاينش منه. اللي كيهمنا هو هادشي اللي قلت دابا، اللي غنطلبوه بالتدقيق. بالنسبه للرفض ديال هاد الطلب، صافي من حقهم، ما عندي انا ما نقول. حنا غادي نطلبوا حاجه اخرى، لان هذا حكم تمهيدي وهادي راه سابقه في الحقيقه باش تجي هيئه جديده. زعما ما عندك ما تسالو في الحقيقه انه زعما بادر وعطى هذا الحكم التمهيدي الى اخره. حنا ماشي مشكل، حنا غادي نطلبوا حاجه اخرى ان شاء الله باذن الله. نعم، وكنتمنى من الراي العام باش يبقى مساندني. انا قلت لك السلطه الرابعه والراي العام، السلطه الرابعه والراي العام راه جند خفي وجند في العلن باش تبان الحقيقه ديال تهمي بناني. حيت هاد الام هادي ضحات 16 عام وهي كتمشي وتجي تطلع وتهبط، ضحات بولادها، ضحات بخدمتها، ضحات براجلها، ضحات بشبابها، ضحات بفلوسها، ضحات بكل شيء. ما يستهنوش الناس، ما يستهنوش بهاد الشيء، ما يستهنوش. اذا حقي ما غنتنازلش عليه، واخا نمشي معاه، غنمشي واخا نعرف نمشي بعيد، حق ولدي انا غادي نوجدو. من جد وجد ومن زرع حصد.